السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير إن شاء الله. كي راكم دايرين إن شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. البنات ولا الأخوات ولا الإخوة اللي يتبعوني في هذا الفيديوهات، إن شاء الله يكونوا بخير. وهذا المشينا باساب كثروا عليها التساؤلات، يعني كل مرة عندي باساب، يعني الناس بزاف عندهم من هذا الماشينة باساب، ويعني وهذا الماشينة باساب فيها بزاف الغرز، بزاف بزاف الغرز، يعني لا ما عندهاش الأخير من الغرز. غرز التوحة شابين بزاف، والغرز التوحة يعني ما نقدروش نقولوا صاي غادي يكملوا مادام الواحد يخدم فيها، مادام تخرج له وحده جديده. يعني انا مادامني نخدم عليها وحده وتبان لي وحده، يعني هذه كل مره ان شاء الله يبان جديد عليها. وان شاء الله قال لك، قالوا لي البنات ولا كتبينا بالكتابه، ولكن البنات انا ما نقدرش نكتب بالكتابه، ما عنديش الوقت باش نقعد نكتب وش يعني نخدم، وهذا الفيديوهات ما نش عارف كيفاش نتكلم، يعني الكلام كيفاش ما كمش تفهموا الكلام. يعني انتم من مين، يعني من مصر ولا من مين، يعني من فلسطين؟ قولوا لي يا بنات، انا الكلام المصري نفهم الكلام المصري، يعني قال لك ما فهمناش الكلام. الكلام يعني انا بتكلم عربي، انا من الجزائر وانا بتكلم عربي. من بعد نوري لكم الارقام، ما هما هذو الارقام ولا هذو هذو الالفابي، كما احنا نقولوا الالفابي، ولا نقول لكم اش كيسموهم ابي سي دي، هذو ابي سي دي. من بعد نوريهم لكم انا شنو نقصد، نوريكم من نكمل هذا الغرزه ان شاء الله، نقول لكم انا شنو نقصد بالاو اكس ولا بالاي اكس، ولا نقول لكم نوريها لكم اش تنقصد بهذا الكلام. يمكن غير هذه اللي جاتكم شويه صعبه، لخاطرش المصريين يتكلموا باللغه الانجليزيه، عندهم هذا الارقام، هذا الحروف، هذه الحروف اللي هنا هنايا احنا نتكلموهم باللغه الفرنسيه، ولكن المصريين يتكلموهم يقولوا لهم يقولوا باللغه الانجليزيه. يعني احنا في الجزائر ما عندناش المشكل مع هذا الارقام هذو ولا هذو الحروف. من بعد ان شاء الله من نكمل الفيديو نقول لكم انا شنو نقصد بهذا. يعني بنات انا هذو نقصد اللقم، هذو اللقم البرتقالية، هذو مين نقول برتقاليين، يعني هذو هما اسمهم اللقم البرتقالية بالعربي، اللقم البرتقالية. أنا نقول ليزابيسوغ، ليزابيسوغ هما بالفرنسي، وأنا نقول اللقم البرتقالية. هذو أنا مين نقول الشغيو، الشغيو هذو اسمهم العربة، العربة أن المصريين يقولوا لهم العربة، هذو العربة. وهذو هنايا نقولهم فلاش، هذو هنايا انا نقولهم الفلاش، وهما بالعربي بالعربيه يسموهم لي السهم، السهم نظن، السهم نعم السهم. وهذو اللي هنايا في الحروف اللي راهم هنا في هذا المكان هنايا، هذا الف مثلا، هذا باء، هذا السين، هذا الدال، هذا الاو، وهذا ف اف، وهذا الجي كيجي الجيم، وهذا الاش هي الهاء. كيما احنا نتكلمو مانيش عارف انا كي تنطق بالانجليزيه، من بعد نشوف ونقول لكم كي تنطق بالانجليزيه. حنايا يعني ننطقوهم، هذا الا هو الالف، والبي هو البي با، والس هو السين، دي هو الدال، والأ هو الأي، والأف، والجي هو الجي، جي هو الجيم، والأش هو الهاء. يعني هذا هو، ما كاش حاجة واحدة أخرى. وهذه الأرقام مفهومين، يعني واحد اثنين ثلاثة حتى الثمانية. وأنا مين نقول من جهتين، الشغل على جهتين،
وعلى دو كوتي، يعني الشغل على جهتين، من هنا ومن هنا. يعني يا بنات زيدوا معايا، ثم زيدوا مثلا. انا راني هنا باش هذه الرسالة توصل، مانيش هنا باش علاجلكم، راني هنا يا المهم. وان شاء الله تكونوا بخير ونسلم عليكم كاملين، وانا بلا بكم ما نكونش هنا. انا راني علاجلكم هنايا. هذه هي. ومن بنت من البنات دارت الغرزة اللي درتها على هذوك الجوارب تاع الأولاد الصغيرين اللي زي اللي مزيودين، تاع الأولاد البيبيات صغيرين. دارت الأو إكس من كل جهة، الأو إكس من كل جهة. الماشينة مبغاش تفوت، هذه عادي ما تفوتش الماشينة مع أو إكس من كل جهة. ندير ان سي من هذه الجهة، وندير او اكس من هذه الجهة. يعني هذا هو الغرزة اللي درت هذيك المرة اللي فاتت، عاودتها شحال من خطرة، ولكن ما كاش مشكلة نزيد نشرح. انا راني هنا على جالك ان شاء الله، وانتوما قولوا لي من بعد، قولوا لي لكن الشرح المهم، انتوما كتبوا لي قولوا لي. انا نقرا في الاخران تاعكم، نقرا الكومنتار كل يوم نقرا ونعاود باش نرد عليكم. نعاود نقراه في الليل ومن بعد نعاودو في الصباح، باش هكا مين نخدم نشوف الشيء اللي خاص، واش اللي خاصكم، واش هو راني هنا معكم على جلك. ونفرح بين ترسلوا لي الميساجات هكذاك. وانتوما فاني راكم، انتوما في الحقيقه انتوما راكم زيدوا لي في الكوراج والله العظيم. يعني هذه حقيقه. من تفات الاخرو ترسلوا لي الميساجات هكاك، تفرحوني بهذوك الميساجات، نفرح بهم. الله يبارك فيكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله جزاكم الله خير عليا يا رب العالمين. وهذا هذا هما البنات. الحاجه اللي ما فهمتوهاش قولوها لي، ما كاش مشكل نعاودوها، حتى ولو نعاودوها 10 خاطرات ما كاش مشكل، حتى هذه الرساله توصل ان شاء الله يا ربي. هذه هي. هذا هو اليوم كاينه غرزه جديده، يعني غرزة واحدة أخرى جديدة، ولكن هذه الغرزة مازلت ما شتهاش. يعني الحقيقة هذه اليوم نوريها، نشوفوها نشوفها أنا وياكم، مازلت ما شفتهاش. يعني إن شاء الله دروك درت الماشينة، درتها إكس من هذه الجهة و أ من هذه الجهة. نديرو أ إكس. المهم في الأول نبداو بليكوت على عين على عين، نبداو بليكوت ومن بعد نوجدوا هذه الماشينه هنايا. امنا والامنا، فهموني مليح، الف منا الف منا، فهموني مليح، الف الف. ومن بعد هنا نولوا نبدلوا، هنا نولوا نبدلوا. دروك ندير الان من هذه الجهه، وندير الاكس من هذه الجهه، وندير ربع سطور. دروك نبدل، ندير ربعة، ندير الإكس منا، وندير الآن من هكذا، وندير ربع سطور. وهذا السهم اللي راه هنا، هذا السهم، هذا من هذه الجهة على اليسرى، هنا من هذه الجهة على اليسرى، ومن على الجهة تجي على اليمنى. فوالا الجهة منا في هذه العربة اللي منا يجي على اليمنى، ومن هنا يجي على اليسرى. درك نولي نبدل غير بهذا الإكس والآن. سهله بزاف. هكذا ما ندير لا ضواغط لا حتى شي، غير هكذا سهله. فوالا هذه هي الغرزه تاع اليوم. دروك نديرو الان في زوج، غير باش نخدمو باش نخرجو هذا الاخرى، غير باش نخرج الخدمه كما هذه الغرزه هنا راهي كملت. غير بغيت ندير هذا باش ما ينحلش، ونوريها لكم معاكم، نوريها لكم تشوفوا، نشوفوها مع بعض، نشوفوا هذه الغرزه. راني قلت لكم مازلت ما شتهاش، نشوفوها في رحبه كي كانت نشوفوها. المهم هذا هو النهار الاول اللي نشوفها،
ما شاء الله شابة حتى فاتت الحد، شابة بزاف، شابة بزاف بزاف، فاتت الحد في الشبوب، ما شاء الله تبارك الله. هذه شوفوا شوفوا شابة بزاف، انا هذه عجبتني بزاف بزاف. شوفوا شفتوا هذه كانت يعني حتى انا كانت مفاجأة ليا، والله العظيم كانت مفاجأة ليا، انا ما شفتهاش هذه، انا شفتها درتها معكم جديدة. شوفوا خرجت هايلة، خرجت ما شاء الله تبارك الله، تعشتها خرجت تعشتها وما شاء الله. هذه غرزة تعشتها، شفتوا خرجت في الـ في الـ في الوجهين كيف كيف تو. ما شاء الله تبارك الله، خرجت ما شاء الله، انا عجبتني بزاف هذه، تعشتها هذه غرزة شتوية يعني ماشي تاع صيف، ولكن شوفوا خرجت كيف كيف من هنا ومن هنا. تقدري تخدميها على جهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ولكن إذا كنت تبغي تخدميها على اليسرى ولا على اليمنى، فاني تقدري تخدميها على اليسرى وعلى اليمنى إن شاء الله. شابة بزاف، هاي هنا شفتوا، هذه هي الغرزة المفاجأة تاع اليوم اللي فاجأتني معكم، والله ما شفتهاش هذه وين راني نشوفها معكم. شبه تاع الصح، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تطبقوا. هذه غرزة عشتها تاع حتى هذه تاع نسا تاع البنات ولا تاع نسا، يعني ماشي تاع رجال، هاد تريكو ماشي تاع رجال، وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تطبقوها. واختاروا توجور يا البنات، مين نقول لكم توجور الخيط ما تغلطوش، ما تخلطوش، ما تديروش الخيط غليظ هكذاك باش يفوت لكم في الماشين، هكذاك يجيكم شباب. اي السلام عليكم ان شاء الله، ان شاء الله السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير، وهذه الغرزه ان شاء الله تعجبكم ما شاء الله. ومن بعد نعاودوا غرزة جديدة إن شاء الله مرة أخرى، إن شاء الله نعودوا غرزة جديدة على الماكينة أخرى بالك إن شاء الله يا ربي، خاطرش علاش كثروا لي التساؤلات على هذا الماشينات إن شاء الله.